في محلات اللي بيروح عليها هون بالحاره. الحمد لله. هات خليك وني. شهدت مدينة قلعة المضيق في ليلة الأمس قصف مكثف من حواجز النظام المجاورة للمدينة، كان العدد ما يقارب حوالي 110 قذائف. طبعا الاستهداف كان بشكل عنيف جدا. نحن كفرق دفاع مدني كنا جاهزين لتلبيه اي طارئ. الحمد لله امبارح كانت الاضرار فقط ماديه، كان الاستهداف على منازل المدنيين بشكل مباشر مما ادى لاضرار كبيره في الممتلكات العامه والخاصه. عم يكون اليوم في حركه نزوح كبيره لاهالي قاعده المضيق، قارب اليوم قاعده المضيق اكثر من 70% نازحه خارج المدينه.